أثرت. هي سوريا الشخصية كتير 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 كانت عفوية كتير، يعني حدا هيك بيحكي كل شيء، بيقول كل شيء، كل وقت بتحكي بتعبر بهيك. سو بحس إنه مش معقول بثلاث سنين ما أكون أخذت منها شيء شوي. عروس بيروت ما بنسى الناس والكاست والممثلين كلهم، وعلى كل حال نحن لليوم على تواصل كتير ونحن أصحاب كتير. من البريئة ما بنسى الديناميك، وقدم بسطت بالتصوير مع المخرج رامي حنا، وهيك قديت تعلمت منه. عارف أكيد بترك ميموري قديه I enjoyed كل شيء أكشن، وقديه هيك كان بالنسبة لي جديد ولذيذ أنه كنا عم بعمل مشاهد أكشن. لكل مرة حلمة النجومية بقلها ركزي حلمك بمطرح، عرفي عن جد شو بتحبي من النجومية، إذا هو التمثيل تحديداً أو شو الشيء اللي أنت شغوفة فيه actually برات النجومية. هي نجومية هي بالآخر شيء بتوصلي له، بس ركزي على شو الشغل وأنت بشو شاطرة وتالنتد ونمي واشتغلي عليه.